أنا معايا على الهاتف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، مسؤول ملف وزارة الداخلية بجريدة اليوم السابع. برحب بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هذه المبادرة كلنا واحد في هذا التوقيت لها أهمية كبيرة جدا. إحنا عارفين إن في فئات كتيرة جدا تأثرت بسبب جائحة كورونا، في مواسم إحنا مقبلين عليها زي شهر رمضان الكريم، وفي احتفالات زي عيد الأم. تقييم حضرتك لهذه المبادرة في هذا التوقيت ودور وزارة الداخلية الجميل اللي احنا بنلمسه؟ يعني فندم زي ما قلت حضرتك، دور وزارة الداخلية مش لا يقتصر على مكافحة الجريمة سواء الجريمة الإرهابية أو الجريمة الجنائية، ولكن هناك الأمن الإنساني. وزارة الداخلية دايما بتحس بالمواطن وبتحاول انها تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب المواسم والمناسبات سواء الدينية أو الوطنية، ومع اقتراب شهر رمضان والناس المصريين جرى العرف يعني بيحاولوا انهم يكون عندهم كميات من السلع الغذائيه والاحتياجات شهر رمضان المبارك، ودائما بيكون التفكير في شراء مستلزمات رمضان للاسر البسيطه يمثل عبء على هذه الاسر البسيطه. وزاره الداخليه بدات تتحرك في هذا الامر، وكانت توجيهات سيد وزير الداخليه بتوفير كافه احتياجات المواطنين خاصة البسطاء منهم عن طريق الاتفاق مع مجموعة من السلاسل الغذائية الشهيرة على مستوى الجمهورية بتوفير هذه السلع الأساسية، خاصة السلع الاستراتيجية. احنا بنتكلم عن الأرز والسكر والزيت واللحوم، كل هذه السلع اللي بيحتاجها كل بيت وكل مواطن مصري في القرى وفي الأرياف وفي المناطق الشعبية هتكون متوفرة بنسبة تخفيض بتصل إلى 60%. المواطن يستطيع أن يشتري كافة احتياجاته بأسعار بسيطة جدا. هذه المنافذ بتعمل على مدار الـ 24 ساعة، متواجدة في كافة المحافظات من أسوان حتى الإسكندرية، مش مقتصر على المنطقة المركزية فقط، ولكن موجودة في كل المحافظات، منها المنافذ الثابتة المعروفة أماكنها ومنها المنافذ المتحركة. كمان وزارة الداخلية لا 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 يعني لا تكتفي بهذا، ولكن بتوفر عن طريق منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كافة السلع وكافة الأدوات المنزلية، ومع وجود جائحة كورونا كمان بتوفر أدوات مواجهة كورونا سواء المطهرات أو الكمامات وما إلى غير ذلك، كل هذه الأمور بأسعار مخفضة. كمان مع دخول شهر رمضان وزارة الداخلية كل عام بتوفر كراتين بتوجهها لأسر البسطاء من المواطنين بالمجان، وهو كنوع من المساعدة للأسر المصرية، وفي محاولة جدا من وزارة الداخلية لرسم البسمة على وجوه البسطاء والاحتفال بهذا الشهر الكريم. ومع بشائر الشهر الكريم لابد أن تمد وزارة الداخلية يدها لكل البسطاء المحتاجين. فعلا هو دور مجتمعي مهم جدا بتشارك به وزارة الداخلية وفي توقيت مناسب. بشكر حضرتك على هذا التوضيح الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، مسؤول ملف وزارة الداخلية بجريدة اليوم السابع. بشكرك شكرا جزيلا.